ممكن اسال بقى سؤال معلش برضو في السينما، اصل يعني في حاجات بقى عايزين نعرف اجابات بما ان حضرتك برضو معانا. فكره البطوله المطلقه زمان كان في تركيز قوي ان يبقى لازم بطل وهو البطل المطلق والباقي مساعد، دلوقتي اعتقد ان الموضوع مش كده، بطوله جماعيه ممكن نتكلم بقت هي المنتشر اكتر. حضرتك مع ولا ضد ولا مش مع وضد اصلا، وشايف ان ده ناجح وده ناجح؟ خلينا نعرف برضو. انا مع جدا، لان مع ديت خلينا كلنا ناكل عيش. ودي حاجه كويسه جدا. وزي ما كل الوسط بيقول ان اللي بدا الموضوع الفنان الكبير محمد هنيدي في اسماعيليه رايح جاي، من بعدها اصبح النجم السوبر ستار او البطوله المطلقه ما راحتش خالص للجان. تمام، كان زمان الجانات السينما هم اللي بيبقى البطل طبعًا. وكل بعد كده الادوار الثانيه او الكلام ده. دلوقتي لا، وبعدين في ثنائيات وثلاثيات كمان. صحيح. شيكو وهشام وفهمي لما عملوا سمير وشهير وبهير والحرب العالميه الثالثه، عملوا الحرب العالميه الثالثه وعملوا الحاجات ده، لا ما بقاش بطل واحد وافلام ناجحه، ما بقاش يعتمد على بطل. احيان كتير جدا ممكن تتفرج على الفيلم ما تعرفش مين بطله في الافلام اللي احنا بنعملها دلوقتي يعني. صحيح. طب يعني هل حسبتك انت شخصيا في النقطه اللي نهاوند كانت بتسال فيها دي اختلفت بعد ما بسم الله ما شاء الله خلاص في جماهيريه طاغيه وفي شعبيه كبيره جدا وفي درجه محبه ومعزه عند الناس كلها؟ حضرتك من الناس اللي مريت بالمرحلتين، مرحله المشاركه في عمل فني كضيف شرف وبرضه من ضمن الامور اللي ربنا يديمها نعمه عليك ان حتى لو طلع في مشهد واحد بل وفي جمله واحده الحمد لله بقيت بطل من ابطال العمل ومن عناصر الجذب عند المشاهدين. هل الحسبه اختلفت بالنسبه لك؟ هل عدت عليك لحظه قلت لا انا بالنسبه لي يعني المفروض بقى اكتفي بهذا القدر مثلا من المشاركه كضيف شرف وابتدي اغير بقى البلان وابقى بطل مطلق في عمل، ولا الحسبه دي ما خطرتلكش على بال؟ ما حصلتش ولا لحظه في حياتي، بس للاسف هيحصل. وانا بقول للاسف ليه؟ لان انا طول عمري بقول ان الممثل اللي بيعمل بطوله مطلقه لما يجي دور تاني حلو جدا هو مش هيتعرض عليه الدور ده وهيتكسف ويعرضوا عليه الموضوع ده، لان هو ممكن يوافق. يعني انا عملت كابتن انوش ودي تعتبر يعني مش بطوله مطلقه، المسلسل اسمه كابتن انوش وانا كابتن انوش. الشخصيه طبعا اسم الشخصيه فانا بطلها طبعا. في نفس السنه عملت عمل كتير جدا الاشتراك معه زي ما بيتقال وضيف شرف وحاجات كده. خفه يد كنت انا برضو يمكن اول اسم في الموضوع او انا البطل في الموضوع، عملت عمل كتير جدا جنبه. اكم من مسلسلات عملتها كده، بس انا مش حابب عشان اللي بقول لحضرتك عليه ده، بس بقول للاسف ليه؟ بدأت أتعب. ده حقيقة. فللأسف رايح للسكة بتاعت إن أنا أعمل مسلسل واحد في السنة. أنا بقالي كتير جدا بتعرض عليا من منتجين علي أجرك يا بيوم ويعمل عمل واحد. علي أجرك يا بيوم ويعمل عملين بس. علي أجرك يعني المنتجين اللي بيقولوا. يعني المنتجين اللي هيدفعوا البيوم. والله العظيم هم اللي بيقولوا علي أجرك ويعمل ما أعرفش كذا. انا ما بحبش اقول لحد لا، اصل هي كمان خطوه تخوف. خلي بالك يعني حتى عبر التاريخ من قديم الازل حد زي مثلا نجم ستيفان روستي برضو من نجوم الصف الثاني عبر تاريخ السينما المصريه، لما فكر يعمل بطوله مطلقه في فيلم كان مش فاكر اسمه حلاس سادات. مين ستيفان روستي؟ ستيفان روستي. ستيفان روستي انا فاكر عبد السلام ده لا كان عمل فيلم كان عمل وما لقاش استحسان خالص عند فالخطوه دي ممكن تبقى بتخوف صاحبها. بالظبط بالظبط. بس انا جربتها وكلت ما عندهمش مشكله يعني. تمام، اللي كان الكوميدي ولا كان الجد ولا كل جربتها. وانا لو لا قدر الله عملت البطوله المطلقه وما نجحتش مع الناس وخدت شعبيه مع الناس في حاجات اقدر ارجع تاني، انا ما عنديش مشكله. اصل حسبه الشباك ملهاش علاقه بان انت جيد ولا حسبه كمان الريت في الكلام دوت ونسبه المشاهده والكلام ده. انا برضو اعتقد ان ملهاش. في مسلسلات كتير جدا بتتظلم في السيزون وبعد ما تتشاف بعد رمضان صح. تكتشف ان المسلسل واو وانه احسن مسلسل كان المفروض يتاب انك تتابعه. حصلت كتير. تمام، فحصلت كتير جدا. صحيح. في مسلسلات اتظلمت او اتفرمت في وسط السيزون والكلام ده. بس